وين النظارة؟ نسيت النظارة. النظارة فينها؟ يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وين النظارة؟ ايوه. انا عارف اني ماشي صح لو ما تشوف من 2012 سردية ناجح في اليوتيوب. لو تقول ما تقول بتكون مطول، معقول بكون مكروه بالنسبة لك بس ماني لك مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد. يا حبيبي اول حاجه قبل كل شيء ايش رايكم بالله في الله؟ والله دفعت كثير في الاضاءات دي، خرب بيتها. اليوم عندنا مقطع خلاص انا من البدايه ابدا اضحك خلاص. اليوم راح نتكلم عن اكثر مضحك الله. اليوم راح نتكلم عن اكثر مقطع ضحك العالم، ولما اقول العالم انا اعيها العالم. مقطع اكيد مر عليكم اعزائي المتابعين. المقطع هذا يا جماعه الخير غزل الانترنت في فتره من فتره الكورونا، ترى هو قديم. المقطع له اكثر من 6 سنوات، اخر سنتين فرقع في الانترنت وانتشر في كل مكان، ومو بس في البلدان العربيه، حتى في البلدان الاجنبيه اللي مو فاهمين هو ايش قاعد يقول. بس ضحك ما عاد يقدر يوقف ضحك. والله يا جماعة الخير المقطع هذا على قد ما فرشته على قد ما عدته لازم اضحك. خلينا نشغله مع بعض، اتحداكم ما تضحكوا. ما تقدر توقف ضحك، ما تقدر. حبيبنا هذا اللي يقولوا اسمه نبيل السبتي، الناس صاروا ينادوه نبيل السبتي. صوتي جميل، الولد من جد صوته جميل. حب يشارك في برنامج اسمه ألحان وشباب. برنامج ألحان وشباب برنامج غناء، تعال واستعرض صوتك وفوز معنا بالجائزة اللي هي ما أدري، فوز معنا أهم شيء. نبيل السبتي قدم على البرنامج وقبلوه كل حاجة. لما راح قدام لجنة التحكيم اللي المفروض يغني لهم ضحك لهم، طبعا أخونا في الله طلع من البرنامج اكيد. طلوعه من البرنامج سبحان الله غير حياته، الانترنت كله صار يتكلم عنه. انا نفسي اعرف المخرج هو ليش طلع اللقطه اصلا، مو خلاص هو جاب العيد قدام لجنه التحكيم، طب ليه ما شال اللقطه وخلاص؟ لا قرر يحطها، يبغى الناس يضحكوا عليه. في النهايه الناس بدل ما يضحكوا عليه ضحكوا عليه بس حبوه. مين ما يحب نبيل السبتي؟ بدأوا القنوات يستضيفوه، فصار يطلع لنا مرة ثانية في أكثر من لقاء. كل لقاء يطلع فيه يسألوه نفس السؤال عن لجنة أنت ليش ضحك قدام لجنة التحكيم؟ الرجال ما صدق إنه خلاص صار الموقف. يا جماعة الخير هذا صار لا تكفى يقول الولد صار عنده عقدة، الولد صار ما يقدر يغني، كل ما يوقف يحطوا له مايك بده يجي يقول كلمتين يضحك، ما يقدر حتى في ستورياته على الانستغرام. راكي تبكي وندمانة لما يقول ما يقدر يقول كلمتين قدام بعض الا ويضحك، صارت لزمه فيه خلاص. واحده من القنوات قررت تستضيفه وقالوا له اسمه لا من جد نبغاك تغني ما بدون ضحك. اخونا في الله غنى. وعليش راكي تبكي وندمانة. واو صوت جميل اخونا في الله، كمل كمل. بغيتي مشيانة مسببك انا يا خلاص متى وينا. المخرج من بعيد يقول له تي مشيانا في نص الاندماج والغنى ولي ليليا. رجعت له الضحكة ثاني خلاص. الضحكة مسكت وخلتنا ننسى صوته الجميل. الولد صوته حلو ترى، صوته يعني كويس، الولد يغني ما يستهبل، بس خلاص ما يقدر يوقف ضحك وما يقدر يخلينا نوقف ضحك. خليني اقول لكم سر، انا ونبيل صرنا اصدقاء على الانستغرام. يوم من الايام ضفته وضافني ورحبنا بعض وما ادري، فجاه صرنا بنتكلم مع بعض. طبعا نبيل يا جماعه الخير حابب يوجه لكم رساله، تفضلوا. السلام عليكم، معكم نبيل من الجزائر. انا احيي قناه ماكس اتش دي وعمر، واحيي اهل السعوديه، واحيي كذلك اصدقاء الذين يتابعون اهل ماكس. وانا هو الذي ضحكت وضحك انا هو الذي غنيت تاع احييكم. شكرا يعطيك العافيه نبيل، انا بكفى يا اخي انا احبك.
نبيل كان سبب في ضحك كثير مننا يا جماعة الخير، وأسفني أقول لكم إنه في الوقت الحالي نبيل مريض، الولد تعبان. أنا متأكد إنه في كثير حيطلبوا حسابه في الإنستغرام في الكومنتات، يا جماعة أنا بحسابه، أنا بحسابه، هذا هو حساب الولد. إذا الولد ضحككم يوم من الأيام روحوا تابعوا وفرحوا وقولوا له ألف سلام عليك، وقولوا له من طرف ماكس شدي يا حبيبي ألف سلام عليك يا نبيل. الله يعطيك العافية نبيل، فعلا قد تكون فشلت في تجارب الأداء في هذاك البرنامج، لكنك نجحت إنك تضحك ملايين الناس. اشتركوا بالقناة يا جماعة الخير، ولا تنسوا سر اللايك إذا استمتعتوا بالمقطع، خلونا نوصل المقطع هذا 150 ألف لايك، وإذا ما عجبكم المقطع برضو حطوا لايك عشان الإضاءات اللي دفعت فيها 1500 ريال تقريبا. وكان معكم عمر عبد الرحمن من قناة ماكس HD، نشوفكم على خير. سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس HD وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة، وإذا ما اشتركت